في ليبيا كما في دول أخرى هناك رئيس للبلاد ورئيس للحكومة، ولكن لا أحد يعرفهم. فالشخصية الوحيدة التي يعرفها العالم والتي تزين صورها كل شوارع طرابلس هو العقيد معمر القذافي، مرشد الثورة الليبية كما يدعو نفسه، منذ قيامه بانقلاب ضد الملك إدريس السنوسي عام 69. كان عمره عندما وصل إلى السلطة 27 سنة، وفي عام 77 غير اسم البلاد إلى الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى، واستبدل الأحزاب السياسية في البلاد بما دعاه اللجان الثورية. لم ينتخب أبدا لقيادة ليبيا الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، فمنذ مجيئه إلى سدة الحكم ألغى الانتخابات وأمسك بزمام السلطة في كل البلاد، ووضع دستورا مبنيا على أفكاره في الكتاب الأخضر، وهي خليط من الاشتراكية والديمقراطية المباشرة. لتفادي الغضب الشعبي قام نظام القذافي ببعض التنازلات مؤخرا، مثل دعم السلع الأساسية وتسهيل الحصول على قروض. تجر الإشارة إلى أن ليبيا شهدت في عهد القذافي تقدما اجتماعيا وتحسنا في مستوى المعيشة. للمرأة وضع خاص في الجماهيرية، فالنساء يمثلن عددا كبيرا من الحرس الشخصي للزعيم، كما أن قانونا صدر عام 84 يحظر تعدد الزوجات ويتيح لزوجة تطليق زوجها ويمنع زواجها بغير رضاها. المجتمع الليبي قائم في مجمله على العلاقات القبلية والعائلية، وعلى هذا الأساس تشكل اللجان الثورية التي تحكم البلاد سوريا، وهو ما يفسر التخلف السياسي غير المسبوق، فالحياة الحزبية محظورة ومنظمات المجتمع المدني محدودة. هذه العلاقات القبلية تحكم جميع أطياف المجتمع وتتغلغل في أعماقه، وهو ما يجعل خروج مظاهرات على شاكلة النموذجين المصري والتونسي أمرا صعبا، كما أن الدولة تستخدم كثيرا عائدات النفط لتهدئة أي توترات اجتماعية. القذافي الذي يواصل العمل بلا كلل لتحقيق حلمه بتأسيس الولايات المتحدة الأفريقية ونشر عقيدة الثورة في كامل القارة، خرج عليه أحد أبنائه ليطالبه بالقيام بإصلاحات سياسية في البلاد وتفعيل قيم المجتمع المدني، وهي كلها قيم نادت بها الثورة في بداياتها، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.